رح نبدأ بأولى فقراتنا لليوم، فقرة تراثية وثقافية. عم نحكي عن الحرف اليدوية التراثية السورية اللي أكيد في كتير من الأشخاص اليوم عم يدعموا هي الحرف ويساهموا بشكل كتير كبير أنه يحافظوا عليها كرمال تتوارث من جيل لجيل. ودايما يمكن عفاف نحن بنحكي عن حاضنة الدمر المركزية اللي عم تدعم هي الحرف اليوم الموجودة عندنا. صحيح يا هيدي، اليوم كتير من التراث السوري حافظ على قدسيته، خلينا نقول. واليوم بأي بيت كان شامي أو أي محافظة سورية منلاقي من هذا التراث موجود ضمن البيت، إن كان للزينة أو حتى أساس موجود بالبيت. اليوم رح نضوي على هي الحرف التراثية وشو هي آخر أنشطة الجمعية. اليوم معنا الأستاذ عدنان تنبكجي، أمين سر هيئة المدربين بحاضنة دمر المركزية للحرف التراثية. يسعد صباحك أستاذ عدنان. صباح الخير، اهلا وسهلا فيك استاذ عدنان. دائما منضوي على انشطتكم ضمن هيدي الحاضنه، دائما عم بيكون يمكن في عندكم انشطه عديده ضمن هي الحاضنه، رح نحكي عنهم لاحقا، ولكن خلينا نبدا من تخصص حضرتك ونعرف شو هو الجديد بالفنون النحاسيه والتشكيليه. اول شيء يسعد صباحكم. اهلا وسهلا. صباح اللي عم يسمعونا كلياتهم وعم يشاهدونا كمان. بالنسبه للحاضنه طبعا هلا في تطور كثير ملحوظ وفي اهتمام من مكتب المنظمات على الحرفيين بشكل عام. ونحن كحاضنه، يعني انا واحد من الناس اللي مدربين بالحاضنه كمان، انا بدرب الفنون النحاسيه والتشكيليه. الحمد لله صار اقبال جيد جدا على موضوع هي الحرف اللي نحن عم نعلم الاجيال بشكل جيد، عكس ما كان سابقا. يعني كان زمان الصبايا ما كثير يتعلموا، اليوم صار في اقبال شديد، الصبايا عم تتعلم والشباب وكبار بالعمر وصغار بالعمر. يعني عندنا السن متراوح بين 18 لل 40 احيانا عم يوصل، عم يتعلموا انه يتابعوا مسيره حياتهم بما يخص الفنون النحاسيه والتشكيليه، وعم ينطلقوا لسوق العمل من خلال اعمال صغيره بسيطه عم يساووا احيانا بالحاضنه، وما عم يكتفوا. طبعا دوره واحده ما عم تكفي على انه الواحد يصير مبدع، بس اهم شيء الالحاح والاصرار والعزيمه على انه هن بيحبوا هذا الاختصاص او غير اختصاص، مو بالضروره نفس اختصاصنا، يتابعوا ويتعلموا بشكل جيد، وما بيخلصوا بدوره واحده، دوره تنتين وثلاثه. احنا لحد الان متعلم كل يوم في جديد، عم نواكب العصر، عم نحافظ على الخطوط الحمراء تبع تراثنا بما يخص النحاسيات. في جديد كثير، في تطور عندنا احنا بالنسبه لللمباديرات والاباليك واللوحات الفنيه، بتعرفي في تطور ملحوظ. يعني ونحن بدنا نواكب العصر، بنحط بصمات الماضي وبنشتغل على الجديد، والحمد لله كل مين عم يدخل على هي الدورات اول شيء بياخذ شهاده، ثاني شيء بيعزز ثقته بنفسه وبينطلق لسوق العمل ولو كان ببيته. دائما استاذ عدنان يعني بتسعى للتجديد انت من خلال الشكل، ان كان ايضا من خلال الدمج مع الزجاج والخشب او حتى الرخام اوقات، خلينا نحكي عن هذا التجديد. اكيد يمكن هذا التراث مع التجديد والتطور يمكن بدك تلاقي صعوبه بين انك تحافظ على اصاله هذا التراث وكمان بدك تطور منه من ناحيه ثانيه. الحقيقه احنا الفضل الكبير احنا بنعود للاستاذ لؤي شكو مدير حاضنة دمر اللي عم يشتغل ليل نهار على موضوع التطوير والتدوين وموضوع المحافظه على هي الحرف. كمان احنا هذا التجمع الكبير ساعدنا على مثل ما قلتي حضرتك على دمج الحرف مع بعض البعض، بنكون حرفه جديده من خلال الدمج، كله ماضي عريق كله تراث، من خلال دمج النحاس مع الموزايك او النحاس مع الصدف او النحاس مع الرخام او الزجاج المعشق، هذا كله اعمال فنيه جديده ما كانت سابقا. يعني احنا تاريخنا كثير حلو ومشرف بما يخص هي الحرف اليدويه، ايضا احنا عندنا ابداعات عم نطورها وعم نتابعها، احنا ما عم نشتغل، عم نشتغل ماضي جديد، عم نشتغل ماضي جديد، هذا التراث العريق اللي احنا اكيد بنكبر فيه، وفي تطور ملحوظ عدا عن الاهتمام. يعني اليوم اهتمام عم نلاحظه بالمشاريع الصغيره ومتوسطه الصغر، احنا كلنا نعتبر مشاريع صغيره بهي الحاضنه. والاهتمام الاكبر اليوم البرمجيات، اليوم في تطور ملحوظ على موضوع البرمجيات، الدورات ما كانت سابقا ولا باي مكان بما يخص الحرف اليدويه، اليوم في عندنا برمجه الكترونيه، وفي عندنا كمان انا بحب احكي عن موضوع خبر كثير حلو على بالتعاون مع وزاره السياحه والاتحاد العام للحرفيين واداره الحاضنه، على انه في عندنا حاضنه
الكترونيه جديده راح تفتتح بهذا التعاون حديثا ان شاء الله، يعني عن قريب بدها تكون تفتتح. هذا بأهلنا لدخول السوق الخارجيه وبيساعدنا انه نختصر موضوع الاقامه وموضوع تذاكر السفر ومعاناه السفر ونقل البضائع. اليوم انت ببيتك او بالحاضنه او بالورشه عم يصير بهذا السوق الالكتروني مع خبراء الحرف، مع الفنيين المختصين على شكل واسع يعني على مستوى العالم. وقت انا بتنتقل قطاطي من مكان لمكان بطريقه فنيه، في خبره بمقاييس وبالالوان وبعده اتجاهاتها بهي الصوره الفنيه، وبالاضافه لسعرها، وايضا مستقطب من خلال هذا السوق الالكتروني تبع الحاضنه الحديث ان شاء الله، لكل واحد ممكن يطلب طلبه معنا اياه. يعني هون احنا وسائل التواصل عم تكون بشكل جيد ومتطوره، وان شاء الله يا رب الخير قادم لكل الحرفيين ان شاء الله يا رب. يعني كنا عم نتابع عبر الشاشه استاذ عدنان هذا التنوع بالعمل وهذا الغناء الثقافي والتراثي. اليوم شفنا كمان تواجدك بالعديد يمكن من الانشطه والفعاليات الموجوده ان كانت ضمن الحاضنه او اي مراكز ثانيه. خبرنا اكثر عن ابرز الانشطه الموجوده دائما عندكم واخر نشاط عن شو كان. هلا احنا خرجنا من كم يوم دوره كان فيها يعني أطياف كبيرة من المجتمع. في عنا طلاب جامعات، في عنا أمهات قاعدين ببيوتهم، في عنا دورة تانية لذوي الاحتياجات الخاصة. إحنا مو بس عم نعلمهم، عم نعلم أهاليهم. يعني اليوم عم ينطلقوا إنه أنا عم عاني من عنده ولد مثلا في عنده إعاقة إن كان ذهنية أو إن كان حركية أو إن كان بصرية. يعني اليوم عم تجي معه، هي ما عم تضيع وقتها، كمان عم تستفاد. أنا عم نعطيها المعلومة لإلها ولإله. وقت بيروحوا على البيت بيطبقوا هاي المعلومة، أوقات بياخذوا أشياء مصغرة بيسووها ببيوتهم، والحقيقة في نجاح جيد جدا. يعني اليوم إحنا هذا الوقت اللي هي حرام عم تضيعه مع ابنها أو مع بنتها، بتلاقي الوضع حزين جدا إنه هي على طول في عندها يأس، في عندها إنه ليش هيك الله خلق لي ابني، ليش كذا. وقت عم نعطيها هذا جو العمل وبتنطلق لسوق العمل وبتاخذ منتج وممكن تسوقه من خلال المعارض. يعني في معارض خاصة لأنه عم تكون بالمراكز الثقافية. الحقيقة وزارة الثقافة ما عم تأثر بأي مركز ثقافي، نحن عم نقدم على إنه نعمل معرض خاص فيهم، عم يرحبوا فينا ويأمنونا كل شيء. ما في تكاليف ابدا. وبتجي هاي الست او الطالب اللي خلينا نقول اللي عنده اعاقه وبيبيع منتج، وهو كمان عم نجرع المحبه والسعاده انه هو عنصر فعال بالمجتمع وما بيقول عن غيره وبياخذ مكسب مادي ولو كان بسيط. كمان يعني عم تحكي عن مكسب مادي، يعني هي الحرفية اي حدا بيمتهنها وبيعمل هي الدوره فهو اكيد بالنهايه هو رابح، ما انه خسران اي شيء ولا هي مضيعه للوقت، بتضل مثل ما بيقولوا صنعه بايده. اليوم استاذ عدنان خلينا نحكي عن هي الدورات التدريبيه بشكل مكثف اكثر، مين الفئات يلي ممكن انه هي بتقدر تشارك بهي الدورات؟ في فئات محدده، في اعمار محدده كمان. هلا الفئات المستهدفه هو عامه الشعب، يعني من خلال 18 عام وما فوق. 18 حتى اجانا اكثر من 40 اللي احنا ما بنقول لهم لا. واحد عنده طموح، عنده امكانيات، يعني كثير في مؤهلات على انه يصير، فاتوا القطار سابقا لكن عم يبدا من جديد، مو غلط. الاعمار من 18 وما فوق اللي احنا عم نستقطبهم. حتى بالصيف اللي احنا عم ناخذ الاطفال، يعني هذا الطفل اللي احنا عندنا جناح خاص بالحاضنه اسمه الطفل الحرفي. الطفل الحرفي وتيجي اليوم الطفل من خلال زيارات المدارس، هلا في توجيهات كثير حلوه على انه هي الحاضنه مركز سياحي واستقطاب السواح واستقطاب كمان طلاب المدارس بالتشابك مع الوزارات، انه عم يجوا يشوفوا هذا الارث الحضاري الجهيد. يعني من زمان كان عندنا هذا الحكي لكن انقطع فتره بسيطه، هلا رجع انه بيجوا طلاب المدارس ونحن بنشرح لهم، بنشوف انتمائهم لوين. بيجي بالصيف بنعمل لهم دورات، يعني انا بحب نجاره، هذا بيحب مثلا الخشب، بيحب النحاس، هذا بيحب الفسيفساء، هون بيحب الرسم، كله بنشوف وين اتجاههم بننمي له اياهم بنعمل له دورات. هذا بما يخص الاطفال بالصيف او بالعطلات. عامه الشعب عم نعمل دورات بنحط عليها اعلان، وحضركم ما عم تقصروا ابدا بتدعمونا على طول. يعني تحيه لصباحنا غير هذا البرنامج اللي غالي كثير على قلبي، اللي على طول انتم بتورجوا الصوره الصحيحه لعامه الناس، وما شاء الله عندكم جماهير كبيره بالمتابعه. بيجينا من خلالكم احيانا ناس بدها تتسوق، ناس بدها تتعلم، ونحن المسيره ماشيه
في تطور مثل ما قلت لك الكتروني واضح على انه دخلت البرمجيات الحديثه بين خبراء الحرف والمختصين، وعندنا مهندسين كمان بالحاضنه. يعني احنا الحرفي بالحاضنه متطور جدا. يعني اول شيء شيخ كا متابع الحرفي ما يقارب 15 سنه ما فوق، عنده خبرات بالمعارض الداخليه والخارجيه، مدرب اكثر مدربين في خبرات. هي الحاضنه خلتنا يعني تعطينا الطاقه الحلوه، الطاقه الايجابيه اللي بتخلينا نبدع بالعمل. يعني اليوم نحن عم نشتغل بفن، هذا الفنان وقت ما بيكون مرتاح البال ما بيعرف، اوقات بيجي بيكون عنده طاقه سلبيه من برا نتيجه ظروف نتيجه مواصلات، وقت بيجي على الحاضنه وبيشوف هالابداعات بيتطور الفكر الذهني تبعه، بيعطي منتج كتير حلو، بتنزرع السعادة، وكل واحد فينا بيتابع الثاني شو عندك اليوم شو جديدة. والحمد لله إن شاء الله الأمور بخير، ومع انه في ظروف صعبه بس نحن عم نعديها ان شاء الله. اكيد يعني احنا دائما بندعم وبنضوي على هي الحرف لانه هي بالنهايه ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا ايضا. استاذ خلينا نرجع لموضوع الدورات، ذكرت انه من 18 سنه وما فوق، اذا عم نحكي عن فئه الشباب شو اكثر الحرف يلي عم تلاحظ اليوم هن عم يلجؤوا لها؟ حلاوه الحاضنه فيها معظم الحرف، خلينا نقول كل الحرف، لذلك اي حدا حيلاقي احنا سوقنا حيكون هون هذا التجمع او المدرسه او الحاضنه او الاكاديميه موجود كلهم بهذا المكان. يعني اي واحد عنده رغبه بانه يتعلم او الجمعيات او الوزارات، يعني هن يبعثوا لنا كمان. انا بنصح انه مثلا اي وزاره من الوزارات عندهم كفاءات معينه لموظفين عندهم يبعثوا لنا فرضا 10 وهن يتكفلوا بما يخصهم ونحن بنعلمهم، او ابنائهم مكافاه. يعني هي نوع من المكافآت لكل وزاره من الوزارات، كل جهه رسميه يعطونا 10 20 شخص منحه يتعلموا بهي الحاضنه هي الحرف. هذا تاريخ المجد اللي نحن لازم نحافظ عليه وبيلبق لنا. يعني نحن عندنا شيء مشرف بما يخص الحرف اليدويه، والعالم كله هلا اليوم متجه للعولمه والماكي. نحن عم نتابع الحرف اليدويه مع العولمه. حكيت استاذ عدنان كمان انه صار في تعاون هلا مع وزاره السياحه وكثير من المؤسسات يلي عم تساعد هي الحاضنه لحتى تزيد من تطور اكثر، لحتى تسهل الامور عليه اكثر. ممكن اليوم هي التسهيلات ممكن هي تحد من الصعوبات يلي عم تواجهها الحاضنه؟ قد ايه في صعوبات اليوم؟ شو هي الصعوبات خلينا نحكي عنها الاساسيه يلي ظلت موجوده؟ اكيد في صعوبات عندكم. بتشكرك على السؤال. احنا احدى الصعوبات اللي كانت تواجهنا مثلا التسويق. خبره الحرفي يعني عنده خبره، بس احنا طورت الخبره من خلال عملنا دوره دبلوم التصدير الاحترافي، هي مكافاه من وزاره الاقتصاد، هي الدعم وترويج الصادرات. اليوم عم تسعى الحاضنه اداره الحاضنه على انه تعمل دوره ثانيه، لانه صار في اقبال كثير حلو على هي الدوره، واخذنا دورات. انا واحد من الناس اللي اخذنا امتياز بهي الدوره، وانطلقنا بالمعرفه بالسوق الالكترونيه، كل تحفه شو رمزها، وين السوق المستهدفه تبعنها، كيف بدنا نبيعها بشكل مباشر او غير مباشر، كيف بدنا نبعد السماسره عن هي الحرف. بصير نحن بشكل مباشر بنعطي القطعه لصاحبين الشأن وتنورنا ونعرف وين سوقنا وكيف بدنا ابرام العقود. عم تكون ابرام العقود ونحن تجنبنا المخاطر. وهلا ان شاء الله نحن بصدد انه حقوق الملكيه، نحن كمان عملنا سك ملكيه بالحاضنه. يعني بوجه التحيه للاستاذ ناجي الحضوي والاستاذ لؤي شكو على جهودهم، يعني على طول داعمه للحرف اليدوية التقليدية وللحرفيين والحرفيات، كيف أخذنا صكوك ملكية بتحمينا، بتحمينا قطعتنا، بتخلي هويتنا هي السورية وين ما رحنا بالعالم، إنه نحن في عنا صك ملكية بيحافظ على هي القطعة الفنية، إمتى تاريخها وإمتى نشأت وقديش ساعات العمل اللي انشغلت عليها وشو هي خواص القطعة وسعرها بيزيد ما بينقص. ورحنا هلا إن شاء الله بصدد يعني صدور تعديل أو المرسوم المعدل للحرفيين والحرفيات ان شاء الله، لانه المرسوم صار له 69 بسنه 69 وبتعرف هلا صار له فوق ال 50 سنه وفي تطورات العصر وفي في شيء جديد ان شاء الله الخير قادم ان شاء الله، وبيطلع هذا المرسوم المعدل وبيكون فرحه كثير حلوه لكل الحرفيين، لانه في اجتهاد الحمد لله من مدير مكتب المنظمات بالقياده المركزيه كمان
في عنا دعم كثير حلو، في نقل نوعية كثير للحرفيين والحرفيات على هذا الموضوع، وكمان حتى الجامعات ما عم يقصروا معنا. احنا بكلية الآداب بنوجه لهم التحية بجامعة دمشق اللي عم يعملوا لنا معرض سنوي، انتم عم تغطوه على طول باستمرار. هذا المعرض الرائع اللي عم يعطي صدى كثير حلو، عم ننقل المعرفة، نعطيهم المعلومة ومناخذ المعرفة العلمية، لأنه اليوم الحرفي أحيانا بيكون ثقافته متوسطة، ونحن بيصير معنا احتكاك مع الطلاب والجامعين ودكاترة الجامعة وناخذ المعلومة العلمية ومنطبقها، بيصير تعاون كتير حلو. تمام، خلينا نحكي عن مشاركتكم أكيد بالمعارض إن كانت داخلية أو خارجية، وقديه هي نركز قديه هي مفيدة اليوم ومهمة للحرفي السوري كرمال يمكن يكتسب خبرات أكثر. المعرض بصير يعني نتيجة المعارض ما في نتيجة سيئة أبدا، على طول نتيجة إيجابية حتى لو ما صار بيع، لأنه إحنا وقت نعرض المنتج الحرفي نتشكر إحنا الاتحاد العام للحرفيين، اتحاد الجمعيات الحرفية بدمشق، إدارة الحاضنة اللي هن على طول عم يسعوا على إقامة المعارض سواء داخلية أو خارجية. هلا عن جديد في عنا معرض بالهند، على طول إحنا من الدول المميزة بما يخص الحرف اليدوية، وعلى طول بناخذ جوائز حتى بالجزائر عم ناخذ، بلبنان إن شاء الله الله بيعافينا لبنان إن شاء الله، وغزة عم تصير كمان وقت عم تصير معارض، لحنا على طول بنكون السباقين وبدون غرور بالمراكز المتقدمة. بيفيدنا المعرض بتبادل الثقافات، تبادل الخبرات، بيفيدنا على انه اذا هي القطعه فيها ملاحظات بناخذ الملاحظه من العميل او من الزبون او من الزائر، انه هي فيها ملاحظه مره ثانيه ما بتتكرر، بيفيدنا شو هو المستهدف، شو هو اللي ما عندنا اياه منشان نساويه بالمعارض، نرجع بعد المعارض بنعمل هيك جمعات وبنشوف شو نتيجه هي المعرض، في هامش ربحي ولا ما في هامش ربحي، شو في اخطاء ما في اخطاء، حتى المعارض الداخلية، لأنه عنا سوقنا رغم الظروف الصعبة والاقتصادية اللي خلينا نقول صارت يعني كثير تعبانة الظروف، إلا أنه يعني الإنسان السوري بشكل عام بيحب هاي الطقوس، ما عنده إمكانيات لكن بيحرم حاله من أشياء كثيرة على يقتني أنه تحفة فنية نحاسية أو من الموزايك أو من الصدف أو من الآلات الموسيقية، هل هي فخر الصناعات السورية الحرفية؟ خلينا نعطي هيك فكرة بسيطة استاذ، هلا يمكن كل المشاهدين ونحن كمان بصراحة تحمسنا انه نسجل بهي الحاضنة ونتدرب على شيء مهنة، هل هي مجانية ام اسعار التسجيل بتكون شيء رمزي؟ هلا عملنا كثير دورات مجانية، هلا هي الحاضنة حتى الابناء الشهداء على طول مجانا، عملنا دورات كثير مجانية، في احيانا جهات بتدعمهم دعم رمزي، انا مثلا رئيس مدير جمعية العادات الأصيلة عملت دورة مجانية عامة لكل الناس، وفي كثير من الحرفيين والحرفيات عم يعملوا دورات مجانية، أحيانا بناخذ وقت بتكون مو مجانية عم يكون الموضوع كثير رمزي ما له عقبة أبدا، واليوم اللي بده يتعلم يعني مو عقبة هذا الرمز الصغير اللي عم يحطه. وانا مثل ما طالبت برجع بطالب، اسمحوا لي مره ثانيه، كل وزاره من الوزارات تدعم لها 10 ولا 20 واحد بشكل دوري ويجوا يتعلموا هاي الحرف اليدويه التقليديه، حتى وزاره التربيه مثلا بالعطله الانتصابيه وين في مدارس عندهم، انا بالنسبه لي بعمل لهم دوره مجانيه وزملائي اكيد ما بيقصروا، ونحن هذا النشر الوعي الثقافي والحرفي لازم نطوره ولازم نعطيه للاجيال القادمه، لانه فعلا بيعطي مردود اقتصادي جيد وبيعطي الهوية السورية اللي كتير ناس حاولوا يغيروها ولا تمسوا ما قدروا، لأنه ما راح يقدروا. أكيد بنتمنى اليوم مطالبك تتحقق. اليوم كانت معنا الشيخ الكار عدنان تنبكجي أمين سر هيئة المدربين في حاضنة الدمى المركزية للحرف التراثية، أهلا وسهلا فيك أستاذ. شكرا لكم. أهلا وسهلا فيك أستاذ عدنان، أكيد كل التوفيق لكم ولكل حدا متعاون معكم إن كان من وزارات أو مدراء أو مؤسسات، أهلا وسهلا فيك. شكرا لكم، يعطيكم العافية.